يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل آتاه الله علما وخيرا كثيرا، رجل آتاه الله علما وخيرا كثيرا، وهو في بلاده عنده طلبة علم كثيرون ومعهد خاص لطلب العلم في ذاك البلاد، يقول وهو الآن يريد السفر إلى هنا هذه البلاد المباركة ليستزيد من العلم عند العلماء الأكابر. السؤال بماذا تنصحونه حفظكم الله؟ والله إن كان بقاؤه مع طلابه وفي بلده أفود فيبقى، وبإمكانه أن يتزود من العلم بأي وسيلة، بالسؤال، بقراءة الكتب، أما إذا كان مجيئه للتزود من العلم أفضل فيأتي. نعم.